مع نوحة باصية حسين مديقيزية طاحوا عليا خوتي في الزنقة كل يوم حلقة متزحفوش عليا آية فيلبون بدقاصية ججلي مناصية حي عليا الهضرة كاشية كل شي بالنية على ظهر الغاشية كل يوم ضحية في كل ولاية طيحة في المارشية كل يوم حكاية فاشي ومعاية ما تزعفوش عليا حكمة هالجيش لي حكمة هلا أخويا وش راك؟ هذه بشحال هذه اللي منها هذه؟ 25 نتسانك وين راهي الدقلة هذه؟ باش بعتها له وين راهي جيب لي نشوف لا ما فيهاش هذا شيو باقلك متزز ارجع وما تفزش البطة لا ما تفزش البطة حط شوف ارجع شوف كيف انا ارجع نشوف لازم نشوف ارجع انا ارجع من الصندوق متزش من البطة هذه تبع بالبطة الحاج يا عرجون كيفاش من يا عرجون تبيع في الرباط هذه الحاج هاي العرجون تحب تدي عرجون واحد ومنين يا علاه طاح ولا هاك فزتها الحاج يا ولدي كاين رقيقه من تحتكم دير شمن رقيقه هذه كلها تشوف فيها خشينه تاول هاي كاين اللي رقيقه هاي كلها خشينه ماك تشوف فيها كاين رقيقه من تحت ما تكلحنيش هاي هاي رقيقه هاي رقيقه العرجون شوف هي انتم ديروا العرجون الباهين فوق وهذه ديروها من تحت ورا تشوف فيها كل هاي رقيقه صاحبي وش بيك ماكش خليه شكون يقول لك يشري يا بدرامي لازم يشوف كونترولي زيد جيب كارطون دوزيام جيب لي كارطون دوزيام يا بدرامي راح بعتها للخرج يا ولا كونطور بدرامي ما تسيريش عليا مش عليا يا ابو دراهم يا خويا هذا مش حرك فيه صباح ربي حط شوف الباطة يا صديقي يا حط الباطة يا ما نبيع لكش يا وراح نبيعها حط الباطة حط يا وراح نبيعها للخدمة يا ما نبيع لكش مانيش راح نبيع انا مش بيع لك دبر عليا طقت لي ما نبيع لكش دار واحد ياكل من العرجون دوك نشوفوا اسكو حاجة مليحة ولا عيان باش تشوف راه تشري سروالو هذا قالوا لي في الدار احكم احكم لي هكا ندو هذا يا اصبر اصبر وصلني في الدار قالوا لي اللي كان جا جدي قال لي فيه الا فيه البقعات لا سيده عمي يعني على علم روح ديها هوري تشوف دقيقه هوري نشوف اسكو يطلعوا البقعات ولا لا لا وجدي قال لي الا كان طلعوا البقعات سمع اي حاجه مليحه ولا ما طلعوش البقعات اي حاجه عيانه حاجه عيانه لا 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 هوري تشوف اخويا ما تبيع العيان هوري تشوف ولا سيدة لا سيدة عندك 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 يدير فيها علاه يا اخويا غير ديها ويفسدها هذه عيان عيان زيد جيب لي الاخر تعيش بعد ما استمر زيد علاه اخويا خليني راح ندي عرجون كامل اخويا ماني جربت هذاك الاولي عيان خصنا نشوف الدوزيام لا نشري اخويا عيان برك روح بلاك اللي عنده عقلاسه روح خطيني قلت لك اصبر نشوف روح خطيني قلت لك ربي دعود ندير جرب راك كلامنا دقدقتها لي روح ربي يعاونك عنده عقلاسه بلاك وانا بلاصه شفت ورا الكار ها ورا الكار يطلقوني حد يشري بدراهمي يا خويا بدراهم ما نبيعلكش اخويا يا عندي 40000 نشريها اخويا ما نبيعش انا الا ما تبيعليش ما نبيعش بس وردك ما نبيعلكش روح انا ندير تجربه اخويا علاه خطيني لا روح خطيني روح نخبر دير تجربه ما عنديش انا التجربه الراهي حسن نشوف هذا اخويا ها قالت لهم نرفضوا هذه اروح شوف بعينك اروح شوف بعينك تمر خيرات اروح شوف اروح هاي رقيقه من تحت هاي رقيقه وين رقيقه هاي حطها هاي رقيقه في مسالتها حط هذيك من فوق وهذه هذه هاي يا ما تدبرش عليا تخدعوا في الناس انا مش نخدع في الناس انا شي خدمه هذه مش نخدع في جيب لي العرجون دوزيا قلبه هات شوف الباطه هات شوف العرجون شو داير ما دوا فوت منا خلصوا واش غادير ما لازم نخلصوا
هيا غدوة خلصك، غدوة ما يعرفوني كاع هنا. كل مساعد برك رجع له حقه، اعطيه حقه خلصوا. كل مساعد برك غدوة نجي نخلصك هنا. ما نعرفكش انا، ما نكرديش مساعد. لا ما نكرديش، قلت كيش ما تكرديش. ما نكرديش هذا، تشوف انا ما نكرديش. دبر عليا ولا خلصك غدوة يفوت عليك. لا ما تفوتش هذا كاع رجوع. ايوا سعيد يلا شوف رجوع وخلصك هذا كاع رجوع. خطك قالوا خلص هاشو. والله خلصك قلت لك. لا ما تخلصنيش، عطني عرجوني. رايح لابوست دوكا. لا لا كنتوك. شوف دوك ما جاناش. تحوس من غارب وجا ضرك. والله غير. يا ما تخلصنيش. والله غير هذا انسان فري وليد فامي. اصبر صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. دوك نعاود نوها. هذه كاع نديوها احنا وكاع نخسروها. خطك برك شوف. تقدر ترفد عينك. ها انا صلي على النبي. شوف هذيك الطوموبيل واش فيها. وين الطوموبيل؟ هذيك. الكاميرا هذيك. وايلي. احنا حبينا نشوفوك في رمضان. لا لا لا. كاميرا ربي يحفظك والله يموت عليك. انا عاقل. رايح رايح ولا ما رايح؟ من هذه الحلقه راح تجوز في التلفزيون الجزائري خويا في رمضان ان شاء الله. دوك الناس راهي تفطر وراهي تشوفك في رمضان، واش تقول لهم اللي راهم يفطروا؟ صحه فطوركم. صحه فطوركم ان شاء الله. وصحه رمضانكم. صحه رمضانكم. ومرحبا بكم. واش من ولايه؟ ولايه بسكره. في ولايه بسكره. وقول لهم وما تزعفوش عليا. ما تقلقوش. صحه فطوركم وصحه رمضانكم ومرحبا بكم بسكره. الله يبارك اخويا، سامحنا اخويا. السلام عليك اخويا، ربي يبارك فيك اخويا. حسين مديقيزية طاحوا عليا خوتي في الزنقة، كل يوم حنقة ما تزعفوش عليا. آية في البومبة قاسية ججلي مناصية، حي عليا الهضرة كاشية، كل شي بالنية على ظهر الغاشية. كل يوم ضحية في كل ولاية، طيحة في المارشية كل يوم حكاية، فاشي ومعايا ما تزعفوش عليا. حكمة الجيش لي حكمة.